السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين في المعادلات، وهو موجه لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي. إذا في هذا التمرين هذا غنحاول نستعمل المتطابقة الهامة أ مربع زائد جوج أ بي زائد بي مربع اللي كتساوي لنا أ زائد بي الكل أس إثنان. إذا عندنا واحد المعادلة من الدرجة الثانية، غنحاول نلقاو هاد الصيغة هذه باش من بعد نكتبوها على هذا الشكل هذا. احنا كنعرفوا كذلك بانه الا كان عندنا واحد المربع عدد كيساوي صفر، فهذاك العدد كيساوي صفر. اذا عندنا ا مربع زائد جوج ا بي، اذا في المعادله ديالنا خصنا نبين هاد الجوج ونبين هاد ا ونبين بي، الحدين ديال المتطابقه الهامه. اذا عندنا اكس مربع زائد هاد 6، كنحاول نفكك هاد العدد كيولي جوج مضروب فاش؟ مضروب في 3 مضروب في اكس. اذا جوج في اكس في 3. هنا الترتيب غير مهم، يعني بالنسبه للترتيب يعني يعني تبادلي. اذا بحال ضربنا جوج في اكس في 3، بحال درنا جوج في 3 في اكس. هنا الهدف غير نوضحوا هاد المستطابقه الهامه. زائد 9، اذا كيمكن لي نكتبها بشكل 3 اس 2. اذا هنا شنو كيبان؟ كيبان بان عندنا ا مربع يعني اكس اس 2 زائد 2 في اكس في بي، وبي هي العدد 3. اذا ا مربع زائد 2 ا بي زائد بي اس 2. اذا هذه غترجعت نكتبوها بشكل ا زائد بي الكل اس 2، يعني ا في هذه الحاله كتمثلها اكس الحد الاول، و ب هي 3. اذا اكس زائد 3 الكل اس 2. اذا عندنا واحد المعادله من درجه ثانيه كتبناها على هذا الشكل هذا. اذا هذه المعادله تكافئ ماذا؟ تكافئ ان اكس زائد 3، اذا عندنا مربع عدد كيساوي 0، اذا اكس زائد 3 كتساوي 0، وبالتالي كترجع معادله من الدرجه الاولى. اذا زائد 3 كدير الطرف الثاني كترجع ناقص 3. إذا ناقص 3 حل هذه المعادلة. بنفس الطريقة غنحاول نحل هذه المعادلة هذه. إذا عندنا إكس مربع، كنحاول نفكك هذا التعبير. إذا دائما جوج في أ في بي، جوج مضروبة فاش؟ أ راهي هذه هو الحد الأول. إذا جوج في إكس شنو كيبقى لي باش نلقى 14؟ كيبقى لنا 7 زائد 49 هي 7 أس 2. إذا عندنا إكس مربع زائد جوج إكس زائد جوج زائد زائد 7 أس 2. إذا كتبنا على شكل مستطابقة هامة. إذا هاد التعبير كيساوي لنا إكس زائد 7 الكل أس 2 تساوي 0. إذا مربع عدد كيساوي صفر، يعني أن إكس زائد 7 تساوي 0. إذا إكس تساوي زائد 7، نديوها للطرف الثاني ترجع ناقص 7. إذا حل هذه المعادلة هو ناقص 7. المعادلة الموالية إكس مربع زائد 10 إكس زائد 25. إذا إكس مربع زائد دائما كنبين داك الجوج، كنفكك داك هذا الحد هذا. اذا جوج مضروبه فاش؟ في اكس. اذا باش نلقى 10 خصني نضرب جوج في 5. اذا هذا الحد هذا راه هو هذا 10 اكس، راه هي جوج في اكس في 5. اذا و25 هي 5 في 5 يعني 5 أس 2. اذا عندنا اكس مربع زائد جوج اكس بي اللي هي 5 زائد بي مربع 5 مربع. اذا كيمكن لي نكتبها دابا على شكل هذه على شكل مستطابقه هامه. اذا كتساوي لنا اكس زائد 5 الكل اس 2. اذا تكافئ اكس زائد 5 كتساوي 0. اذا اكس كتساوي زائد 5 نديوها للطرف الثاني ترجع ناقص 5. اذا ناقص 5 هو حل هذه المعادله. الآن المعادلة الموالية بنفس الطريقة
إذا عندنا 4x مربع زائد 12x زائد 9 تساوي 0. إذا غنحاول نكتب الحد الأول على شكل واحد أ مربع. إذا عندنا 4 و 4 راه هي 4x مربع، 4 راه هي 2 أس 2 في x أس 2، و 2 أس 2 x أس 2 هي 2x الكل أس 2، لأن الأس راه كيمشي العددين بجوج. إذا غادي تولي لنا هذه هي 2x الكل أس 2، وبالتالي أرى هي 2x في هذه الحالة ماشي x، زائد إذا 2 إذا عندنا 12x شنو هي 2 نضربها في ماذا؟ في 2x. إذا 2 في 2x هي 4x، حنا خصو يكون عندنا 12، إذا نضربه في 3. إذا 2 في 2x في 3 هي 12x، زائد 9 هي 3 أس 2، 3 في 3. إذا حنا كتبنا هذا التعبير هذا على شكل متطابقة هامة، الحد الأول هو 2x والحد الثاني هو 3. إذا 2x زائد 3 الكل أس 2 تساوي 0. مربع عدد كيساوي 0، يعني أن هذاك العدد كيساوي 0. إذا لقينا متطابقة أو معادلة من الدرجة الأولى. إذا 2x عندنا زائد 3 غنديوها للطرف الثاني درجة ناقص 3، عندنا جدا 2 في 3، إذا كنقسم على العدد 2، إذا x تساوي ناقص 3 على 2. إذا ناقص 3 على 2 هو حل هذه المعادلة.